مشاهدينا الكرام، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من استحقاقات 2014. اليوم نشرفوا عن جاينا السيد عبد الرحمن والدادي، كاتب وناشط سياسي. مرحبا بك عبد الرحمن. ومعانا دداه فاضل من الحملة الشبابية للمرشح محمد ولا عبد العزيز. هو مالين قال مرشح ورك مرشح ولا رئيس؟ مرشح مرشح محمد، قانونيا مرشح محمد عبد العزيز من دون اي مقدمات. الحمله بدات البارح، لا هي نجبرش نصورها بعد شوي، النشاطات اللي عدلوا جميع المترشحين. عبد الرحمن، دون مقدمات، ذي الروايه اللي بدات البارح توجد عليكم ولا ما؟ طبعا لا، لان اظن ان حد كامل جدي يعرف انها انتخابات محسومه النتيجه سلفا. أي رجاج يعرف أن السيدة لالا ماهي لطيح الرئيس محمد عبد العزيز، ولا بيجل ولا بيرام ولا سار، معروف أنها، وأن الناس اللي دخلوهم اللي دخلوها على خلاف السيد الرئيس. إياك المسرحية اللي دور تخطى، هذا هو الهدف منها. إذا انتخابات محسومة سلفا، واللي جايين فيها أصدقاء للنظام جايين يعدلوا له خدمات، لا أظن أنها تهم الناس كثيرا. يعني هذه المسرحيات احنا فتنا عشناها فترات طويله، والحمد لله الخبره في الحياه والما يعني والتعاقب الدكتاتوريات علمنا ان النوع لا قيمه يعني. هم يقولوا عنها محسومه سلفا، به اللي حاسمها انجازات فخامه الرئيس محمد بن عبد العزيز. طبعا هذا هو اللي يقوله دائما في جميع الازمنه وجميع الامثله. كل حد مع نظام دكتاتوري يقول انه محسوم. الديمقراطيه الحقيقيه ما فيها شيء محسوم، واذا لا دليل اعلن هو النظام جاي بانتخابات ديمقراطية أنتم شارك فيها المنتدى المعارضة ولا غالبية. نعم. تلك الساعة كانوا هم اللي في الحكم وشاركوا فيها. نعم شاركوا فيها صحيح، يقال مشاركتهم فيها ما يدل بالضرورة على أنها صحيحة. هم أنا في رأيي الشخصي الديمقراطية عملية لها أركان، عندما تتوافر أركانها تكون سليمة. من أهم هذه الأركان حرية الإعلام، عدم استخدام الدولة ووسائلها. يعني أضرب لك مثال آخر، أنا ما نقدر نعود مسلم ونقولني والله إلا جاد علي الكتاب والقرآن، يقال ما جاد علي الصلاة أو الزكاة أو هذا. لا بد من الديمقراطية تعود متكاملة، تعود حقيقة. التصويت والصندوق هو أتفه اللي فيها. وأضرب لك مثال بسيط أخي الكريم، أوباما في انتخاباته الأخيرة مع الجمهوريين قلبهم، ومن أهم اللي يقولوا المحللين من الأسباب المهمة أنه قد يجمع أكثر منهم الفضل، ويجمع مليارين دولار. الجمهوريين خزينة الولايات المتحدة فيها 8,000 طن من الذهب، معنى لو الجمهوريين استخدموا فضل الدولة ما ثم احتمال انهم ينقل. طبعا اللي يعود الإعلام كيف تلي واقع أساسا لأولاد عم الرئيس. تصور مثلا أن ساركوزي قسم وسائل الإعلام الفرنسية أكثرية 80% إلى 90% منها لأولاد عمه، ويسرق فضل الدولة وينهبها ويستخدم فضل العصابات ويعدل بالطبيعي. دكتور هاي اتهامات وتوف تنقالي غير فم دليل عن فم نهب للمال العام للمواطن العادي يحس عن والله قدر من المراقبين يقول عن المواطن العادي يحس عن المال الدولة عاد مهاب، عن حد سرق له ينقفل عليه، وعن عن عن الوتات اس جي مات لو ياسرين بهم اللي قبضتهم الدولة، وعن ممتلكات الدولة مات لا تسيبه كيف 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 كان خارج. اذا ما تجبر عنه خلق منه شيء. أكبر هيئة في الكرة الأرضية هي مهتمة بقضية الشفافية والاستقامة الدول، وذا هي منظمة الشفافية العالمية، وقالت إن محمد عبد العزيز هو أسرق اللي خاض لموريتانيا. هذه أكبر هيئة مختصة يعني ما هو كلامي أنا، ورايا على فكرة ما هي من معارض ولا من ولاة، هذه هيئة مختصة. وسلسلة الفضائح المتوالية اللي كل يوم تقوم في الجم، منها قضية سوني ماكس اللي طارت من 30 مليار وخلقت محاكمات وراء، على فكرة المحاكمات ما نحبس منها حد، و30 مليار تبخرت في الوقت اللي السجن فيه واحدين مسرق على مولد نوكيا الله وايا يعطوه 8 سنوات، حتى انهم ما قاسوا بها محكمة الجنايات، قاسوا بها الجنة حصل نقيسها مرة مسوقي على مرة متحكمت. لا لا ننقروا هذا الشر. مرحبا بك معنا. تبدأ من طاقة البارح
قال لكم عن راني نذكر برتين طلع رقم الهاتف المشاهدين بعد 10 دقائق تقريبا لهنا قبل اتصالات هاتفيه مع المواطنين مباشره. هي محسومه سيلفن به اللي اذا كامل تشبشبوا معدلهم محمد والعبد العزيز ولا هي ينجح على كل هذا هو اللي هذه هي الرؤيه اللي عند الخلطه. جاوبت انت فيها جواب بلو به اللي محسومه سيلفن به اللي الرئيس تم انتخابه 2009 في انتخابات هم شاركوا فيها وحسوا قال انها ما قد انها مشاركتهم فيها ما دليل على انها صالحه من درا كان اعترافهم بها ورا ذاك خاصه شهر عقب ذاك حزبهم تحديدا اعترف بهم درا كان ذاك يقد يجير الهليت غير قاعد منا راجعين 2009 خلونا في 2014 به الضرك كيف قلت ان هذيك نجح فيها به اللي على اساس برنامج انتخابي وضرك 2014 اكيد انه لا هي ينجح على اساس البرنامج الجديد وعلى اساس تحقيقه للبرنامج اللي تعهد بها 2009 اذا انه ديك الساعه الشعب الموريتاني انتخبوا ما هم جربوا ضرك 2014 مجربوا والبرنامج اللي تعهد به ذاك هو على ارض الواقع. وكم تم انجازه منه تقريبا البرنامج الرئيس؟ ماني من هالارقام حتى يا غير ذوك هو عبد الله كان معنا ايام اعطانا دال ارقام نختار ماني نكثر لكم منهم ان شاء الله يا غير ذوك القطاعات قدنا قبلها واحد واحد ذيك اللي انجازات فيها مشاهده والى بها هذا اللي كنتوا شادين اخباره حالا اللي هو محاربه الفساد وكيف قلت الهيبه اللي طرات المال الدوله والهيبه اللي عطت عند الدوله اللي بعدينها فقدت 2008 اذا القطاعات كامله اللي انجازات فيها ذيك هي شاهده. فم اسمح لي عبد الرحمن استخدم فم عبارات ماها اسرق ما تنقال حد قاعد يسوء منه قالت منظمه الشفافيه ما وانا يا اخي انا مجرد ناقل يعني ناقل الكفر ليس كفرا يعني منظمه الشفافيه لا تصلق ما هذا ما لا 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 هذه ارقام والقضايا الرئيس قال لقاء الشباب عن منظمه الشفافيه قاعد ما معترف بها هو حر طبعا بها اللي كرد سرقته ما معترف بها واللي تقول انه ما سرق لا يقول انه منظمه محترمه هاي ذي المنظمات الدوليه كامله اللي تشيد بذا اللي خلق في موريتانيا من 2009 ليلة ما رينا منها ما هو منظمة الشبابية الدولية ما نرشوا الـ FMI ما نرشوا البنك مونديال كانوا مو هيئات اكبر تكلم عنهم الرئيس البارح قال عن البنك مونديال لا يتوفي دون جاوبك براحة FMI وبنك مونديال اللي ما هم اللي كانوا مو اكثر مصداقية من منظمة الشبابية الدولية ضد المشكلة عن خارج من ياسر من المواطنين ولا قدر من المواطنين والمراقبين يقولوا عن هذه الارقام وهذه الانجازات اللي يتكلموا عنها اهل الحزب ومناصر الرئيس انا ما هي من عكس على المواطن الموريتاني البسيط ذوك ايش تردوا عليهم باش ايش في هذا من الفضه في الخزينه ايش في البنى التحتيه ما هي من عكس على المواطن التعليم ما هو من عكس على المواطن مباشره الصحه ما هي من عكس على حياه المواطن الجانب الاجتماعي عمليه امل عمليه تضامن ما هي من عكس على المواطن الفقير مباشره مش فيه من شيء ما منعكس المواطن الا العبارات رانا ما منعكسه وتوف اعطونا دليل انها ما منعكسه وينو اللي ما منعكس على حياه المواطن لو قلت لكم يامس جانوا اتصالات مثلا واحدين قالوا عن هذه الارقام اهلي يتكلموا المريخ عنهم عن المواطن ما يعرف شنو ذا ومثقفين والنخبه المثقفه كنت تفهم عن فم السياسات عن عندها مدى متوسط والله بعيد قد يتم عليه انجازه طبعا روايات اللي تخرج مثلا في 2020 تقعد تعود نتيجه السياسه معدلها عزيز ضرك طبعا يعني المواطن اللي ما يفهم السياسات يفهم عن يحسن فم عائلات ما تجبر باش تتقدم فم عائلات ما هي ما يمرض منها حد ريت اللي كان معنا واحد قال عنهم يمرضوا يديروه يقلعوا البرايق عن شريط ويمشوا به قاسين به الطب هذا وضع مسموح به في 2014 الطب اللي ما كان خالق لانه واحده بواحده ايه الاطباب الاطباب ديجا عندنا من 2009 من 2009 الى 2014 هذه السنوات الخمسه عندك انشاء اكثر من 70 نقطه صحيه في الداخل في بلدات كانت نائيه واهلها كانوا يموتوا ما وصلوا للعلاج عندنا هون إنشاء مع خمسة ولا ست مستشفيات متخصصة منها سنتر دونكولوجي سنتر ناسيونال كارديولوجي سنتر ترانسفيزيون سانجين سنتر ميريان فون إلى آخره هذه روايات تنعكس على حياة المواطن اليومية هذه منعكس عليهم مباشرة التعليم عندك فيها عندك مؤسسات التعليم العالي اللي تم إنجاز منها عادوا جوامع البلد عادوا ثلاثة معاهد التعليم العالي عادوا أربعة ثانويات الامتياز
اللي وعدلت اياك يا كانها تدارك الوضعيه الماساويه اللي كان فيها التعليم من سابق 2009 ذا هي ابناء موريتانيا كامل مستفادين منها، البنى التحتيه ذا هي موريتانيا كامل مستفاده منها، المناطق النائيه اللي ما كان يوصل لها شيء ذا كي واصلينها طريان، هذا منعكس مباشره على حياه المواطن. هذه انجازات واقعيه لعرض الواقع، ما هو الواي لا يتخلق في المستقبل ولا هذا. انتم ما تشاركوا مع الخلطه كانوا يقلبوكم وتعود عندكم روح رياضيه. والله بس اسمح لي شوي ملاحظه صغيره، انا قاعد الاخ الكريم تناقض جدا مع سياده الرئيس اللي قال التعليم، الرئيس قال في مو هذيبو شفناه على التلفزيون ان التعليم ما هو صالح ولا ذي مليصلح. هذا ما هو كلامي يعني. هذا كلام الرئيس ومسجل على الانترنت. بس رجعنا انا سمعتك اللي وفيت ارجو ان تعود فيك رحابة الصدر اللي انت تسمع. والله معنا خلي انا ماني من هالمقاطعه حد انا لا احب الكلام اللي مكروه. انا نختارك اليوم تقضى على المدارس العموميه وتشوف وضعه. هو شفت هو مع يكتب وضعها 2009. اسمح لي رجاء انا ما قاطعتك سيد الكريم وخلي فيك من سعه الصدر اللي تسمع. والله تفضل قضى على المدارس الدوله وخرص شنو هو وضعيتهم اليوم، ما يقراوا فيهم ما هو افقر فقراء موريتانيا وبالذات الاحراطي. معناه انا حذايا مدارس الحكومه ونشوفها دائما، لا اعرف شخصيا حد يقري ولا في مدرسه الحكومه. انا ما نتكلم لك عن قضايا الفضاءات والروايات الماي مكروده، انا نتكلم لك عن قضايا المريخ. قضايا المريخ وزحل والروايات فيما يتعلق بالمستشفيات. السيد الرئيس اللي جات في عماره في ذيك البلاد الماي واضحه رفضوا حالا لفرنسا ولا هو واحد لين تركب طائرة تونس لين تجي للمطار وتشوف طائرة تونس ملانة، ولين تقيس ولين تقيس السنغال مستشفيات ملانة من موريتانيا. ليش بيهم لا حزن حب تخسر الفضل لا شحم، هذا شحم ذكلة كيف ما يقولوا البيضان يعني. واضح أن الوضعية المأساوية لا مع الوقت قصير. أما ذاك نعطيك من المآسي نعرف شخصيا في أخباره للطب في موريتانيا من الناس اللي ماتت بسبب إجرام وإهمال السلطات، منهم العلامة الكبير والحامد صاحب الرياضيات اللي عطاوه دواء، منهم خاليانة اللي توفى بسبب أخطاء طبية، منهم المآسي اليومية، منهم مرواقج نعرفهم فقدوا بصرهم، طبهم كل حد يعرف أنه مأساة، والتعليم حد راعي فيه. إحنا كان يخلصوا على تركتنا مدارس ما بين ما نبغى زاقول معارضين دائما أصلاً مفضلين حتى يقر الدولة ما تقدم أي تعليم. هذه ما هي رواية محتاجة للفلسفة ولا هي رواية يقرر يحتاج الوقت. الرئيس جلال 2009 لا يحتاج الوقت يقولوا الأمور واضحة من عناوينها. تم تبارك لي بالفساد والسرقة وتقول لي لا تصلح للتعليم والشعار مكافحة الفساد أخي الكريم خلينا درجة الفساد. مكافحة الفساد معناها مكافحة محمد عبد العزيز. حد يدور الكافة معناها رجاء انت مالك يا اخي صدرك ضيق خليك راحي انا صدري ما ضيق مفتوح هي ولا هذا خلينا نقول عادي طرح لكم سؤال عند من هذا عندكم انتم الشعب الموريتاني هل تقبل بعد الرئيس عبد العزيز سيد الكلمه هذا بديه البديه انا لا اتكلم معه عن راسي لا يمكنني ان اتكلم باسمك يعني لا تجوز انا اتكلم لا باسم نفسي وذا اللي يعنيني انا اللي نقول اذا يتعلق الفساد المشكله الحقيقيه بالتصنيفات الدوليه هو فيما يتعلق ترجع لي الارقام اللي تقولها اشتاني يا مشيت خطابي مشيت خطاب السيد هذا صاحبكم محمد بن عبد العزيز طبعاً ما نتكلم عن بعض اللحن شوين وذا اللي تقليدي معروف المعارضة وشين قالوا شو الكلمات يعني مخجلة اللي أنا قاعد أكتب شفت لأنك تحلف النوع من الأمور هذا ما هو شبه اللي نحن في الشأن شاهدين أخبار الشأن العام ما نشاهدين أخبار مسائل شخصية وأمور تافهة ما نتكلم لك عن شيء شخصي أنا نقدم عرض فكرة فكرة حابت الصدر يا تفضل تابعت 90 دقيقة البارح تابعت طبعا ما نتكلم عن القضايا الشكلية فيما يتعلق بسوء اللغه واللحن شوي لكن ما هو مهم المعارضه وحبه وارصاء وذوك التوخم التدخم لا ما هو المهم عندي. لاحظ يا امس انه الاسعار ما اتكلم عنها قصه ذيك الفقراء حاج لا اللي كانت هي الحمله الاولى ذيك انتهت اختفت كانت شعارات استعملت معناها بسبب بسيط اشتل عروض الارقام الوهميه ما لها قيمه. انا قد نتكلم لك اليوم اقول لك وانا حققت في البنى التحتيه والفوقيه فيما يتعلق بالاستعراض الافقي للامور العموديه هذا كلام غير ملموس. انا نختارك تسوى الموريتاني يوم جيت محمد عبد العزيز سكر بكم يوم جيت محمد عبد العزيز اليوم السكر باش
مارو كان باش وعاد باش، غزوال زاد 37 مرة. الأسعار العالمية محمد رافع عزيز ما هو مسؤول عنه، هذا ما هو صحيح. آه السكر تحرثوها، السكر قطعجوا عند الهون. رجاء اشتمشيت محمد عبد العزيز الحكم اعتداله الانقلاب على سيدي، كانت ذيك الفترة هي أوج الأزمة الغذائية العالمية، القمح فيها كان سعره الدولي والسكر في أقصى درجة له من حوالي 40 سنة، بعدها انخفض بحوالي 70%، معناها أن الأسعار الدولية كانت تنخفض. الأزمة الغذائية طن القمح الحق فيها 500 دولار، طن القمح اليوم ما يتجاوز 250 إلى 300 دولار، معناها أن الطبيعي ويقض غزوال الوقود في العالم البرميل البترول يوم جيت محمد ولا عبد العزيز 140 دولار، اليوم يتراوح ما بين 106 و110. عند الأسعار انخفضت، الأسعار انعكس على ارتفعت هون. لماذا؟ هذا هو السؤال. فكرة الأسعار ترتفع في كل مكان لا غير صحيح. الأسعار المواد، شوف أخي الكريم، الناس ما تلات بهذا المستوى البسيط اللي قد كل شيء مر فيها، فيه مواقع البورصة على العالم والإنترنت موجود، الحاج العلامة جوجل موجود، وأي منكم يراجع يشوف مصدر المواد الغذاء ومصدر إيقاع المشكلة. ما هذه المشكلة؟ تسييد، ما هو الفساد المنظم. عزيز دمر سوني ماكس وحاز على مجموعات تجارية هون، وتبارك معينا منها أورام سرطانية هون تتهم البلد رجال أعمال. المشكلة في موريتانيا ما هي ارتفاع الأسعار اللي سببه الخارج؟ الاحتكار. السكر، السكر لين جاء محمد عبد العزيز عادي يجيب ورقة جواح تقريبا، الاخرين كاملين انقضى عليهم به اللي الدوله تشتغل، يشتغل قريبه يدوروا يصرف موريتان. عبد الرحمن الله يرد عليكم، عودنا قبل برتان يطلعنا رقم تلفون، عودنا قبل اتصالات على المشاهدين. تفضل كل سرور. لا نرجعوا للنقاط واحده واحده. دابا لماذا الاسعار في العالم تنخفض وانتم تطلعوها للشعب الموريتاني؟ الاسعار في العالم تنخفض اللي عند عبد الرحمن والوداد. نحن غزوال ما قام في العالم، الوقود ما قام 140 110. غزوال اللي كان خالق فيها انه كانت معدلات وين سيفونسيون، كانت معدلات وين سيفونسيون بلا معنى على على حساب خزينه الدوله، وانقلعت ودارت في امور اهم. لا هنا نرجع دابور واحده بواحده اللي لا نرجع دابور باخبار اخبار التعليم العمومي. لماذا الرئيس يمشي هو والناس البطارين تتداول في الخارج؟ خرص لي كم من موريتاني كان يداوى في الخارج من سابق 2009، ونسبة الرفع في الأطباب حالة كانوا عند أهل السرطان يقيسوا يداوى في الخارج، أهل الأمراض الكاملة كانت ما يحس حد بشيء ما يمشيشوا الخارج. حاليا عند أهل القلب وأهل السرطان إلى آخره، حاليا عادت هون مستشفيات متخصصة عندنا سنتر دونكولوجي من أشبه اللي في شبه المنطقة. دونك لا هو فعلا ما يقد ذا ما كامل ما يقد يوفى في 5 عيمان، يقير ذوك هو ما نقولون ما طرى فيه شيء، انه ما طرى فيه تحسن بين 2009 الى ينظرك. اخبار التعليم ضحيه 30 سنه من لا اله الا الله، ضحيه مبارك معاهم 30 سنه يدمر، وهو اللي رايح بالنخبة الموريتانية اليوم. تبارك لنا معاه من 2009 وعدلت مؤسسات التعليم اللي كيف اني ذكرت ما نراش ليش، وعدلت المنتديات العامة للتعليم. ياكنا عرض الوطني اللي قد يمرق بها ان عندنا عصا سحرية ذا كامل قد مر نصلحوه بين عشية وضحى. التعليم له 30 سنة ودمرته، مشاكل عن موريتانيا القطع حكمها كامل والناس كان هدفه لا تدمير موريتانيا مع عدا محمد عبد العزيز. اللي نحن ما نحس نظن بذي الخلق اللي كان حاكم موريتاني كامل بدون استثناء أولاد موريتان، كنا نقول عنهم كانوا واحدين فيه لا التدمير وعلى بناء لا دمير، ما تجبر عنه في قدر من التجني على الحقائق والله على الخارج. ما فهم عملية تراكمية. حاسني الظن بالناس كاملة يا غير ذلي شاهدوا الموريتاني بعينهم. شوفني موريتاني بين 84 و2005، لا نقول الموريتاني ما كانت تدمر، أنا ما شهدت أكثر من 21 سنة من التدمير. تدمير كانوا وزراء سيادة في ذيك الحقبة، ذهما هم اليوم هم قادة المعارضة، هم اللي طالبوا بالإصلاح، هم اللي تكلموا عن الفساد، هم اللي ساندوا الرئيس عزيز مودي هم اللي تكلموا عن الفساد، وهم اليوم القداميين في اسمه هذا مسيرات نقاط أو شتفاكوا هذا ما هم كان اللي حكموا موريتانيا لمدة كاملة اللي راحت بها، ويدورون نحن حالا أن نصلحوا ذي اللي دبروا هم في 100 سنة نصلحوا نحن في نهارين. هذا بلا معنى. حد تعليم لما حد بطرون شوي لا عنده شوي من الفضايا مشي تركتوا شهر التعليم الحر يقير الفقراء كاملين يقيسوا مدارس الدولة.
لكن المستشفيات ما يتبعد التعليم التعليم كنا جاي مشوا التعليم هو اللي قلت لك انه ضحيه هاي 30 سنه لان قبلهم وارك طيني ضحيه 30 سنه من التدمير وحاليا وضعيه التعليم وضعيه المؤسسات العموميه هو قد يعود يقروا لها في المدارس الحره انا هذا اخوتي في المدارس العموميه وفعلا ذوك هو يعني قد يعود اكثر فيجي من اخبار المدارس العموميه واخبار هو اللي ما يجوها مدارس عموميه ذيك هي طرات فيها الصرامه والاساتذه ومشاكل التفكتي اللي كانوا هما يطلعوا ذوك وطرا وزير التعليم وزير اللي كان طرات المشاكل ولا طراو الحلول لها برضو لابسيس لابسيس تقول عادي اللي تقول ذا هو وكان عندنا وزير الدوله للتعليم ذلي فوت مزايلين ينظر اولاده يقراوا في المدارس العموميه زين لا المدارس العموميه اذا اخبارها بين اللي واثقين فانها متباركه بطارين ما عندهم اخبار انا عندي نقطه هون لا ابدا من الشير لها والله تفضل اخبار ينقال ما يقراوا فيها مول الحراطين هذه تفرقه لا يتم ماشي تشهروا تحت تشهروا تحت تفرقوا بين الشعب الموريتاني ليش شنو القرض منه انا نقول لا يهمني الانطباع انا نقول الحق وتو الحق عندي كانوا حراطين ديوان لا لك الحقيقه عندي انا عندي انا اعتبره حقيقه لا حتى ما تعتبره حقيقه شيء اخر شيء انا ما نعتبره حقيقه والشعب ما يعتبره حقيقه باللي ما يعتبر عنها قاعد دعوه تعود التفرقه بين شرائح المجتمع ما في معنى ما لها تقعد تعود هي دعوه للتفرقه هي ما تقعد تعود للتفرقه هي دعوه هي كون تعود حقيقه بعد انا ما حقيقه منين لا تبقي ظهرك نمشي ان شاء الله يوم الاحد نتماعد انا وانت نتماعد انا وانت ونصورها بالفيديو ونجيبك هذا يشتركوا هون لا هي اتصالات مع هو ما هم يمشي معك خارج السجن اتصالات مع المشاهدين الو ذاك الخط انقطع لهنا قبل اتصال اخر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم انتم سامعين شيء ابدا برتين الاستديو هون رتور الضيوف ما هم سامعين شيء وهون ما هم سامعين شيء تزيد لهم الصوت اللي كانوا يسمعون الو يا صاحب المعارضه مالو الو لا حني يعود يصنت لك وما يصنت لك غير لا بروبليم عن ليزينفيتي ما هم سامعين شيء من هون ما هم سامعين شيء لين كونتينو توفريني يعدلوا هذه المشكله عبد الرحمن فيم سد قال لكم عنه قريب من انشاء اكثر من 70 نقطه صحيه ثم لماذا لهذه الانجازات اللي عدل محمد بن عبد العزيز الشعب الموريتاني لماذا انكارها اولا لماذا هذه الروايه على ارض الواقع يشوف المواطن يوميا اخي الكريم يشوفها معناها هي المساه معناها نعيشها انا ما مهم عندي التنظير انا دورشي نكردو دورني نداوى انا شخصيا نقول لك السنه جيت للمستشفى الوطني ماني مصح وفي حاله خطيره في حاله تعبانه قالوا لي مشي جيب لنا سرنج وجيب لنا قهات وجيب لنا الكتانه وانا ماني قد نوقف انا نفرص عليا نوقف نفرسي راسي ياك نقيس صيدليه والحمد لله قاع لوني ماني رافد قاع شويه نقد نعود مت انا ندور شي ملموس ما بدناك تعدل لي شي من المشاريع وتعدل لي رواي ولا نلمسهم انا ما مهم انا ندور رجاء انا خليتك مواطن انه منين يمرض لا بلا انت مقاطعني لا انت توقف عن الكلام خليني نوفي انا ندور شيء ملموس انا اشتنى ربما اكبر منك في السن وعارضت من سنه 1984 اشتدين القناية اللي تقول ذلك نفسها زمن معاوية نفسها بالحرف تنكر لدومسات تنكر قدروه نواذيبه تنكر ايش قالوا اللي وعدل طب زايد تنكر طب كذا تنكر يقال وضع سيء وفيما يتعلق بنرجع وتقول فساد موريتاني فساد كانت تدمر مدة 30 سنة يقول لك اللي كانوا في هذا أحمد دادا ما قط حكم موريتاني صالح والحنان ما قط حكم موريتاني ولا قط اشتغل في الدولة من أحمد دادا عم يعني عادوا يشتغل فيها في السبعينات جميل منصور ما قط رجاء نوفي كلامي خلي الكلام عن آخره جميل منصور ما كان في نظام الدولة شين قالوا قادة المعارضة الأساسيين اللي نعرف أنا ما عندهم علاقة اللي نعرف اللي كان في الدولة محمد عبد العزيز
والمجموعات اللي معاه بالأغلبية جميع الرؤساء الوزراء الأولين اللي كانوا في الحكومات الماضية هم اللي معاه، جميع الرؤساء الشنغال والحزب الجمهوري وهياكل تهذيب الجماهير والمجموعات هي اللي معاه. كتلة المنافقين الكبرى في البلاد والمفسدين في جانب محمد وهو وجزء منه. أنا معاوية عارضته على فكرة أخي الكريم، أنا كنت من تنظيم فرسان التغيير اللي رفض السلاح ضد معاوية، معناني ماني منش معته. أنا معاوية ما نعرف له دار ولا نعرف له شركة ولا نعرف له مصنع. محمد ولا عبد العزيز نعرف له من الديار في نواكشوط ما لا يحصي معنى مدقعتهاش قبيل يسرى قبيل مفسد. فيما يتعلق بالمصانع اللي نعرف والأمور المالية، محمد خونا والهيدار أنا كان جاري ما نعرف له دار، نعرفه بلا سيارة ساد ما تعطيه الدولة. محمد محمود واللولي جاري ولا عنده شيء يسوى هو شنو؟ محمد عبد العزيز اللي عنده لا ماله اللي يقول لكم من منين؟ هو موظف كان كولونيل يخلص 80 الفوقية وعقب عاد شين قال له قائد هذا وعنده ذم الممتلكات كاملة اللي ما في حي في نواكشوط ما سوى لأي حد ناله. سوى له الوتات عن كماين محمد عبد العزيز سوى لأي رجاج من قال عنه ما عنده رجال دكتور قال عنه في نوايب وما عنده محفارة للأعمال الخيرية. يا سلام يا حبيبي هذا كلام هذا كلام هذا كلام شت الشيطان الرجيم يقول عن راسه إنه مصلح ما خالك حد يقول أنا مفسد يقال الناس تعرف أنا معاه يد العرض وما نعرف له دار ما نعرف له ممتلكات ملموسة لم ندم نعرف فاله معناها الرجل من الممتلكات أعطوه النقطة جاب من منين جاب من منين أنا أعطوهن للممتلكات وللجار المئات الجار في نواكشوط أنا أعطونا منها واحدة والله تقنعتك ولا شيء تقنعتك تعرف شن قتل تعال نمورها لك تبقى نمورها لك والله لا تحسب عندك شن قتل متقابل عليها عمارة أحد شن قتل تخطمها شوي ذيك له شت سفارة الإمارات حالا اللي مقيمة في الإمارات يتقض مع عبدية فمكظة على قدرون ذيك دار كبير لو ندخل ذيك له شت الدار اللي كان ساكن في لاس بالماس لمن قالوا يا أخي لمن قالوا يا أخي نعرفه لكن حد يعرفه طاحني في إلو رسالة أنت لا يقول لك رواية أنت اللي تشوفه يرفض اللي تشوفه يدخل البنك وينترفضه ما أنك لا يتشد عليه بيك اللي معاه موال وشاب حاليا من الشباب ما لك ليه تشوفه حمل الشباب ذاكر ما فهم أمل حتى انت ما فهم أمل والرأي صرح ممتلكاته ماله ما صرح بقى صغير صحي صرح بقى صغير شن هي اللي صرح المن صرح باش كم قولوا لي ما قلت لكم بويني الارقام ماها عندي ولا من هذا ولا شيء ترى من هالشيء بي القانون العترين انت العترين انت لو ديار ولا كان اللي وين هو الدليل قانونيا انا بعد وين هو دليل تصور من قد الجهر قانونيا يا اختي صرح العامة تعرف والله لا للمجلس الدستوري نص القانون الموريتاني يقول التصريح العلني وهو رفض ان يقدمه بشكل علني بي اللي كسحان كسحان نعت الناس ده نص القانون بالحرف حانيني نحن هذا هي مشكلتكم ان احنا الناس اللي معانا تصرف ومنافقين ونقال هالكلام الخاسر علنا هذا ديجا ايش فوقهم يا رعنا الحقائق وتو يسرق ومنافقين وكذا هذا ايش فوقهم الكلام الخاسر هذا فوقاني الكلام الخاسر والناس اللي معاهم هما ملاك احمل تاه اللي يعين مستشار في البنك المركزي مازال يقرا وعاد كوفيرنير ورايك ما قط ما اللي عدل في البنك شنو والبتاه وخاصه ما كان وزير محمد فاني اللي ماشيين به وتفخرين به لو وصل جاره صار دار ما يعني ما يعني وخذ لي ممتلكات أحمد دادا بعد صرح بممتلكاته علنيا لإعادة رئيس هيئة المعارضة فيهم وتوحدة تحسب لي فيهم سيارة واحدة وخذها صاحبك تي وخذها علاش تحسب لي صالح والحنان اللي كتلة دمية 2003 تحسب لي بجميع مصر ما قطعت في الدولة أحمد دادا ما تحسب لي قادة المعارضة الأخرين اللي نهبوا أنا يعنيني حزبي يعنيني حزبي حزبك من انا كنت مكلمك هون والله المعارضه تفضل ناشط بعد غير المنتدى الديمقراطي اللي مقاطع الانتخابات يعني حزبه ما هو البريم مال بلاسي ياك يعطي الحد يسوى منه دروس لا صف التسيير به اللي حزبه اللي عنده وما عندهم شيء واش عندهم ابسط مثال شنو قالها ليستيتيون دو لوبوزيسيون ديموكراتيك مثال 220 مليون
قد شفتي الرواية يسوى هي شنو معدلتها ليسيسيون دي لوبوزيون ديموكراتيك عندهم نشاطات اللي ولا يعطونا دروس في الديمقراطية ميزانيتها كل سنة بسبب مشكلة قانونية عدلوها هل فيها ترجع باستثناء المرتبات والله كراي الدار اليوم اللي عدلهم فيها مشكلة قانونية ميزانية إذا عاد ليك مشكلة اللي عندنا في فيكسات ألو المشاهدين فيهم واحدين طبعا مقاطعين وفيهم واحدين مشاركين نحن لا لجان على الخط لا ينقبوه مذاكر لا نعرفه لشي ألو ألو نعم سامعين مرة سامع بعض ألو نعم تفضل أنت على الهواء مباشرة أنت مقاطع ولا مشارك هذا انقطع عنه والله هي اللي انقطع الخط بعد نحن ما ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام ياك لباس مرحبا بك انت على الهواء مباشرة انت مشارك في الانتخابات والله مقاطع لها هاك انقطع مولي نحن عندنا مشكلة في الاتصالات لا لين يتكلموا مع حد ينقطع نشوف المرة الثالثة اللي ما يصلح لها نخلوه متوفى ألو 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 نعم ألو راجل مرحبا بك أنت مشارك في الانتخابات ولا مقاطع لها أنا مترنح مالك الحقيقة أنا من عبد العزيز في بداية تعدل الشيء مهم شو لا يتعدل نحن الشيء مهم تبعد من التلفزة شوي وتستمعنا من التلفون إياك نقدر نسمعوك تفضل استرسل في الكلام تفضل شكرا جزيلا نقبوتي عدة مترنح شكرا جزيلا نقبو اتصال اخر الو وعليكم السلام ومرحبا وسهلا وعليكم السلام انتم من الناس اللي مشاركه ولا مقاطعين الانتخابات هذا ما ناطق باسم الحكومه هذا لا من الحمله الشبابيه والله الو معاك تفضل هو معاك تفضل سامعك شكرا جزيلا لك باتصال اخر الو
الو وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذاك انقطع ذاك الخط. الو الو السلام عليكم. الو معك انت على الهواء مباشرة تفضل. وعليكم السلام ومرحبا تفضل انت مشارك ولا مقاطع؟ مقاطع مالك ذي من إجازات شفت الرئيس محمد العبد العزيز عدل ما هو قانعك بعنك تعطيه فرصة أخرى. ما عدلش ودش الراس والوقت لا شيء غير يا وشكرا جزيلا نقبل اتصال اخر الفيافيات عربيه نقبل اتصال اخر الفيافيه القفار الان خلوات وعدلها الفيافيات نقبل اتصال اخر تصرف جميل الو الو السلام عليكم عليكم السلام مرحبا انتم مشاركين ولا مقاطعين؟ عليكم السلام ورحمة الله. نحن لكن زمن النزاع حوالين لا مستقبل. مالكم؟ بكرة. مترايحين لا مترايحين معه. هي ذي. إيه. أنا بتكلم عليكم وزميلي البرنامج. السلام عليكم حتى خارج الناس اللي ذا لكن ما هو لا ما أقول لهم الناس كتير كانوا واحد يسمو واحد من الناس هذا أيهم الشاب اللي لا الشاب اللي لا هو تلت كايف هو بدأ كل من يتخبى لا انت تخبر الله يبارك فيك شكرا جزيلا نقبو اتصال اخر ونرجع للضيوف الكرام نقبو اخر اتصال ساق ونرجع لضيوفنا هو مترنح نقبو اتصال اخر نقبو اخر اتصال سابق في الجزء ساق ونرجع للمشاهدين الو لاك ما فهم حد على الخط لاك باتصال آخر ألو 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 نعم مرحبا بك تعال الهواء مباشرة أنت مشارك ولا مقاطع هذا ما الصوت مو صافي لين نرجع للضيوف الكرام الاتصالات سمعتوهم عندنا عندهم اثنين ولا ثلاثه مترنحين والاخرين قالوا عنهم ذا ما هم فيه اذا بعد لا يمثلوا ارائهم هم دكتور ظهر لكم الان عن الانتخابات لا تخرج يوم 21 الرئيس محمد عبد العزيز كل المؤشرات تقول عنه لا يفوز بها انتم تقولوا عنه لا يفوز به اللي محسومه سلفا به اللي فيه لماذا لانه فيه تزوير ولا لانه طبعا ما بيكم الانجازات والشمل طبقه من المجتمع تقول لا يفوز به للراجل قداش من روايات اي مواطن موريتاني اللي يعطيه ورقته اخي الكريم لا نقول لك روايه في اي انتخابات في العالم
قد شفتها في دولة ديمقراطية، ما عندنا بالدولة دائما تعود فيها منافسة وجدية. في انتخابات الولايات المتحدة أي ديمقراطية دائما أكثر من 95% تعود شوط ثاني. في الدول اللي عندها ندية متينة، ندية تعود متينة. انتخابات محسومة سلفا معناها أنها ما هي ديمقراطية. وكيف ما قلت لك، نرجع لنفس الفكرة، أنه الشروط اللي موفرة، الشروط المصاحبة للديمقراطية غير متوفرة فيها، معناها فيها لا عملية الكيس. وحتى الكيس ثم مالي لجنة غير مستقل، الناس كاملة شاركت الفضائح الحملة البرلمانية منتدى بعد واحدين من أعضاء منتدى واحدين من أعضاء مشاركين في اختيار هذه اللجنة. قول المعاهدة، المعاهدة هي العين، المعاهدة وعقب مسعود، عين غير المعاهدة مسعود، مسعود تذكر أوصافه للخروطي، جينة الخروطي مسعود اللي جايبها سمعنا كلامه فيه. وفيها ناس مجرمين، فيها واحد مطلوب في محكمة شنغالو في أخبار إبادة، طبعا طبعا واحد من أهم مديرينها مطلوب في قضية شنغالو، الإبادات الإخوة الزنوش اللي هالبولار اللي قطعوا عدلت هون في موريتانيا. ماذا هذه لجنة من مرترتين الجواسيس والداخلي؟ نحترمهم أنا وياسر من الناس يقول عنهم في ناس محترمين، كل مادة كل مادة فيها شيء محترم، يقاد الأكثرية الساحقة واللي مسيطر عليها. مع حتى مسعود اللي جايبها اللي قال هو اللي اختاره سمعنا كلامه فيه. ايش اشترجوا من هذا؟ المجلس الدستوري في حالتك شكيت عليه صغير والمبارك اللي معروف بولاء الأنظمة ولاء جميع الأنظمة، معاوية كان رئيس وزراء، معاوية يعني هذا، يعني اشترج من العدل منين والاتجاه منين؟ اذا حد اشترك فيه، حد اشترك فيه ما هم خدمة عزيز باطلة عليه، عملية عبثية. انك توحل في ذا النوع من في الانتخابات عملية عبثية بشكل مطلق والنتيجة معروفة حسنة. استاذ نحن شفنا اكثر من قريب، انا كنت قبيل القايدة انا عدد نحاول نحصر عدد المبادرات اللي على الانترنت وعدلت للرئيس وطيت قريب من ساعتين وقطع عنها زادت على 60. هذا ويمثلوا جميع الشعب الموريتاني وجميع مناطقه، ثم الأصوات ذي الخلق كاملة تعتبر عنها لاش من الناس اللي صفاقة اللي دافع ورش مصالح الشخصية. شوفني أخي الكريم، لين نقول لك رواية، لاحظ دائما في الديمقراطيات اللي نشوف ذا تعرف إن فيه خلل. من درى كان فرنسا الليل والنهار في المبادرات، بريطانيا، الولايات المتحدة اللي قريتوا فيها يا نحن المبادرات معناها نحن ظننا نقارن بالولايات المتحدة ولا فرنسا. نحن اللي تعدلونا دائما في قضية حالة استثنائية، نحن نازلين جن والله عفاريت نازلين من كوكب آخر. نحن ما نازلين من كوكب آخر، أنا بشر نازل الكرة الأرضية. بمعنى الديمقراطيات يقالين تقيس نظام السوري فاهم، وتشوف انتخاباته المبادرات فيه بشكل رهيب. هذه المبادرات زمن هياكل تهذيب الجماهير، وهذا شيء أنا نعقل عليه. الناس كاملة مع السيد الرئيس، زمن معاوية والسيد أحمد الطايع الحزب الجمهوري مكتسح 100%. ما معناه أنه في مشكلة، معناه أنه في خلل في الديمقراطية به اللي الناس فهمت الرواية. ديمقراطية ما يحك، ولين تتكلم لا تخسر مصالحك ولا تهدد في لقمة عيشك ولا تطارد. إذا أنا ندافع، أنا تاجر اللي ما نعدل إذا يجوني صفحة الضرائب ويضربوني برقم هذا، اللي نعود موظف نعود قراي. عندي أصدقاء قطوا فكتاو بسبب المعارضة، البليدات يعني نعرف ناس ودمرت حياتهم وانتزعوا من وظائفهم. إذا اشتعد دكتور لماذا طريق النفاق والاعتناق؟ لماذا ما شفنا مبادرة واحدة داعمة ولا واحدة ما رأيت مبادرة واحدة داعمة لأحد المترشحين ولا المترشحات على سبيل المثال؟ هو قالكم عن هذا كامل لا وراء مصالح شخصية. هو أساليب التعبير كاملة اللي متوفرة في البلد بنواعها، لا هي لا يمجور عليه العين منه، لا المبادرات، الاحتجاجات والمسيرات إلى آخره، وذي يعدلوا الخلطة كاملة ما مهم عادي. إن وصلوا المبادرات تعود فيه مبادرات اللي أسلوبنا سليم تعبير. هذا دليل على أنه كيف حسبت أنت كثرتهم، دليل على أنه الانتخابات شعبية واسعة، يعني الانتخابات ذكية، نتائجها ذكية واضحة في الشعبية ديجا. يقير نختار نرجع لأخبار أخبار سيني، ونختار مولي نعتذر للمشاهد اللي والمشاهدين بصفه عامه اللي حسهم قالوا بيني فعلت بلي انا كنت شاكني جاي الحوار، ما كنت شاكني جاي البلد اللي قال فيه الكلام الخاسره على الناس، ينقال كهولة الجواسيس، ينقال المجرمين. هذا ما اللي كنت مواسينه بصفته ما نعود جيت اصلا، بلي شاكنه جاي لحد
جاي الانسان له يحاور ما هو انسان جاي الحوار رايته هما الكلام الخاسر ما هو راي الكلام الخاسر ما هو راي ولا اسلوب الكلام الخاسر الكلام الخاسر ما هو راي ولا اسلوب والله انا له نصفق ولا نطبل قال لي نعدل باسلوب محترم ما الكلام الخاسر ما وانا لا نقول الحق باسلوب احرش هذه حريتي ما هو حرش انا حر تتفضل تعطي تعليمي انا الدروس ما هو ما هو رافد بي ما هو رافد بي قطعا ما هو المشكله المهم هنا نختار نرجع لاخبار سيني واخبار لا بي بي لا سيني اللي مبارك مقمصين فيها الاصبع هي تم مشكله من الحوار اللي مشاركه فيه المعارضه معاهده المعاهدة ما هي معارضة أخي الكريم ما هي معارضة هي ما تقول نفسها معارضة ونحن نسموها معارضة وموريتانيا تسميها معارضة والصحافة تقولها معارضة ما هي معارضة بيجي المعارضة يعني تابع بيجي ما معارض أنا ما ما هو معارضة عند هو بعد عند راسه معارض الحراك الشبابي وكيف كيف لا كلام ما تكمل تابع أخي الكريم إيه أنا قلت عن هو مشاركي فيها قال عن مسعود اللي مثلا من الناس اللي اخترت أعضاءها قال عنها لجنة مصفة بوصف ما هو حمار ما مصاب لك إلا ما قديت تعلو اللجنة اللي شكلت اللي تشكلت عن الحوار واللي أشرفت على نتائج 2013 البلديات واللي ضرك اللي تشرف على النتائج حد مثلا إلي توتالمان كونسانسيال والناس اللي الاخرى اللي ما حضرت في تشكيلها اللي زمن تشكيل اللجنه وتوسيعه المجلس الدستوري كانت واحده في الثوره وكانت عين الثوار وعيط لهذو النهارات وقالها تفضلوا كل شيء مقبول توسيعه سيني غيروها تفضلوا ما جاوا الخطا لمن الخطا اللي نحن والله للناس اللي ما جات ما جاوا عند حوار 2011 عند الحوار التالي اللي نعرض عليهم هذه الهيئه المشرفه اللي انتم الخلل عندكم لا هي تفضلوا بدلوها الهيئة المشرفة كاملة سيني كونسي كونسيسيوني فيها أعضاء حق عن المطلوبين محكمة ما قطع هذا لكت المراد كاملين اللي جاب الأخير ما قد طاحوا نعطيك هذا المعلومات في اللون السابق لك اللي مقرش عليه واللي تعرف هين موريتانيا قطعا أنه المعارضة فيها واحدين علي كتلوا رواقيش هم في نواقشوط القيلة هذا نعرفه غير الثاني ما قد طاح لي في المسمع سابق ذلك المسيرة اللي مرقت لا بيبي المسيرة اللي مرقت والنامس المسيرة اللي الشعب فيها لا ترى عنه يارت حد يصنت والله يرجع لي المسيرة المسيرة هي مادة عندها منتدى فيه كذا من حزب سياسي 17 حزب سياسي وتشكيلات ومنظمات لسينجيكال عدو عدل السياسة وشخصيات حقوقية مستقلة باط انترغريف شخصية مستقلة هذا كامل 17 وهذا كامل عاصمة فيها 1,200,000 رقاش قالبها تجمع منها 10,000 قالبها تجمع منها 10,000 بيرسون هذا دليل على ايش هذا دليل على هم ان الناس الشعبية ما يخالق الناس ما القواعد الشعبية وحدها القواعد الشعبية قط العاد قط خلقت اذا ما تتقابلتوا الناس ما تتقابلوا يتعبيها ويمتشبيها الشرواية ما هي اوبجيكتيف ينقالها وها ونحن لينقاطعوا توف بوركوا مقاطعين الناس ما يليت تمشي ما يليت تمشي على عامين الناس ما تتنصاك الناس تمشي لها برواية مقنعة وذاك الواساها كيف قلت في أخبار المبادرات وأخبار الأحزاب الأقلبية والحركات كاملة الداعمة للنظام اللي ذاك هي ماشي شيء أوبجيكتيف هاي الناس تخرج ما لها تمشي صناح في بلد ديمقراطي لماذا ما تبدأ في مبادرات تدعم مت مولاي إدريس وبيجل وصار وبرام ودبيدي كيف المبادرات الظاهرة أنا جاي هون نتكلم عن حملة المرشح محمد العبد العزيز مرشحين الآخرين ما نعرف عليهش مبادراتهم ما ظهرت في الإعلام وعين علي سابق لك هي لماذا ما خلقت هي مال رواية ديمقراطية رواية ديمقراطية لا عدتهم ما جات من شهرهم نحن ما نصطنعوا مبادرات المدى ما عدروا عليها هنا ما عدروا عليها أخي الكريم أولي مضحكني ببعض ذكرت رواية قد قريتها في قواعد علم النفس مقلوبكم طلعوا 10,000 رقاش ذي بالضبط أنت تضحكت عندها رأي فيك ضحكت بك اللي فاهم القصة الحقيقية يقول فرويد يقول أحد كبار علماء النفس في العالم يقول معرفة قرار جميع المواقع الموريتانية المهمة في موريتانيا أمس تجمع على أن أكبر مسيرة في تاريخ موريتانيا أكبر والتقديرات اللي قدرت بها من محترفين ما بين 150 إلى 250 ألف هذا نص دقيقة رجاء لا يرجع المقاطعة التكنيك اللي أنا ما قاطعته
طالب هم اللي النقطة هذه ربع سكان واكشوت طبعا دقيقة نوفي لك. وفي فيديو على صفحتي في فيسبوك وموجودة صور على الانترنت وموجودة مكثرات الصور وموجودة تعليق موجود عليها. يقول فرويد, يقول فرويد فيديو فوتوشوب رايح على صفحتي نعته لك. يقول يقول فرويد ان القرار ان المعرفة قرار, حد ما يبقى يعرف لن يعرف. شتو هو هذا اللي نشوف ذي المدرسة اللي ينتمو لها جماعة الموالاة, اللي نشوف أي شيء لن تصدق ولن مش هذا قرار احنا ما عندنا رجاء ما عندنا في شيء اسمه شنو. احنا في طن ما يقلبنا نعدلوا نفس التكنيك اللي تعدلوا نعودوا منافقين قاتي بسيط منافقين عادي. هذا هم يعتبروا نفسهم منافقين. هذه مادة مؤمنة عن هذا المرشح في مصلحته. احنا رجاء خلينا نوفي كلام, ما يخليك تقول لنا الكلام الخاص. انا مسؤول عن ما اقول. انا حد يقول شيء ما هو حق. أنا حد يقول لك أنا جاي آخر. أنا حد يقول لك كلام الخاسر. ما أنا وهم أشوف ما قال لك الكلام الخاسر ولا أعنيك به. أنا أعني عن فكرة النفاق. أنا أتكلم عن فكرة النفاق. الناس اللي مقرة إنها ما تعرف ولا تشوف ولا تسمع. ليك شوكم أنتم. وبيني ما بين أنا ما قاطعتك. أنا ماذا ما لي نقبل شخصية بدل. لا تقول عنده خليها. ذي الناس الأخرى اللي وصفه هو بها. أنا رد عنها به اللي هذا وصف. اللي تعود تقاطعني اللي تعود لا تستمر في مقاطعتي لأن خليك. اللي تستمر في كلام خسر اللي تستمر في المقاطعة. أنا ماني قبل تسمون قال لك. أنا ماني قايله لك. أنا أتكلم عن فكرة النفاق في موريتانيا وفي العالم وفي كل الأمم. الكارثة الحقيقية اللي وقعنا فيها وإحنا ياسم مجتمعات العالم, وهذا في فلاسفة كبار كتبوا عنه منو غرامتشي, إن ياسم شعوب العالم الثالث قرر يتركته وتكبر وتعطيهم إمكانيات وترجع النخبة المثقفة لتضليل الجماهير. ومجرد يطيح النظام تنقلب مملي مباشرة باتجاه النظام الآخر وتمارس نفس اللعبة. أملي ورجائي ذي يتوقع الحقنا نثيقه, الحقنا شوي يعود فينا اهتمام موريتان بشين قالوا الكرامة والعزة. ذا لحق ويخلق لما يخلق احنا لين اختفى لا موالات ولا معارضة. مصالح الشخصية البلاد ما حدنا نتخموا بكروشنا وبمصارينا ما لا يطرش. يا شباب فيقوا شوي اهتموا ببلدكم, اعرفوا انكم زايلين واعرفوا ان الرزق في يد الله جل وعلا ولن يضركم ولا ينفعكم الا الله. وقولوا الحق هذا قولوه لكم واعترفوا بذلك. لحقوا الناس تقول الحق. ذا لحقوا يوفى. اما قضية انهم كل شيء عدلته المعارضة هذه المسيرة اللي أنا حاضر لها واللي حاضر لها وسائل الإعلام وحاضر لها كامل وش التقارير عنها. لا ما في مو هذا شيء لا ما يورى. هذو ناس قرارهم المطلق مهما خلق خافت فضيحة من أكره واعترف بها الرئيس ما يحق, ولا الرئيس خبط واحدة بعمارة وذا ما هو حق. شين قالوا خافت منظمة الشفافية الدولية وسرقت وقالت إن هذا الأملاد مفسد ما يحق, شفنا ممتلكاته ما يحق. ولا حول ولا قوة. ما عندي يقول ما ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. بينعود الشيخ أنا جاب لك صور من عند هذا الصور لانطلاقة الحملة البارح. نتابعوا شو من الصور المختلفة المترشحين. اللي طبعاً باختصار عندنا بنت مولاي إدريس حملة البارح ركزت فيها أساساً على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد, وقالوا عن فهم قواعد شعبية فيهم العليات وفيهم الرجالة. والبرامو العبيدي قام على رجال الأعمال وقال عنهم شو المفسدين وعنهم هم اللي مسؤولين عن تدهور موريتان. الصار قال عنه نفس البرنامج اللي كان عنده في 2009 واللي أساسا كان يتمثل في عدل كلمة الكولارية, ونفس البرنامج يعادل البرنامج 2009. محمد عبد العزيز قال عنه فم ياسر من المجرمين, هذا هو الوصف اللي طعم بالمناسبة, المجرمين اللي قاطعوا الانتخابات واللي هو وصفهم الحقيقي. معناه انه لا تنفقع علي يقول هو وصاف نفس الرئيس اللي يقول كلام الرئيس ويقول لك هيلات. قال الكيلات قال 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 عن كيف هو رئيس الجمهوريه ورئيس لوحده. قال اساسا عن اخلاق رئيسكم واخلاقكم العامه. قال اساسا عن نسبه المشاركه في الانتخابات دورها تعود ما تقل عن 100%, معناها ان الشعب الموريتاني دوره يمشي كامل ويصوت لهذا. وتكلم اساسا بإعطاء ارقام فيه نسبة على سبيل المثال نسبة النمو اللي قال عنه 6%. بيجل والهميد ركز في خطابه نفس تحسين الحالة الاقتصادية في البلد, وقال والهميد عن الموجود في موريتانيا من أبيض وأسمر والناس كاملة عن هيارة تتوحد من أجل من وراه ومن أجل من أجل عنه يفوز بهذه الفترة الرئاسية. ياك قد يغير في هذا بيجل
صلاح كوبيجا اللي قد يفوز على الرئيس وهو مرشح رئاسي نطرحه قد يفوز لا تعال نطرحه هو قد يفوز من مولى ادريس وما لي ولا حتى شهر وخلاص يعني شهر انا خلاص ماني صايم عنه خلاص لا برتي على الفيديوهات جاهزين والله لين اعود مازال فيهم دامينيت او لان قبل اتصالات مع المشاهدين ونعود نرجعوا لهذا الو طلع رقم الهاتف على الشاشه مشاهدين فيهم واحدين مترنحين وفيهم واحدين مشاركين مثلا انا اعرف فيهم واحدين مقاطعين طبعا فيهم واحدين يقول عن الانتخابات قاعده محسومه سلفا وانا ما مشاركين فيها الو نعم الو انت على الهواء مباشره تفضل مرحبا بك وعليكم السلام انت مقاطع ولا مشارك ولا مترنح حاكم الجبال مقاطع مالك من الإجازات المقاطع حتى مالك لأن هذه الانتخابات إجازة الرئيس ما عاد لي إجازة سوشا الرئيس عبد العزيز ردنا العهد والإقبال ردنا الزمن للخيانة وزمن الدفت السد وزمن المعاهدات واختطب علينا ديمقراطيتي وعدل السد من الإنجازات والطرق والمواصلات وأمل يقولوا لكم عن فم نخبة كبيرة فم نخبة كبيرة حتى فم مجموعة كبيرة من المواطنين تقول لكم عنهم صوتين لوبيهم واللي مقتنعين عن برنامجه واللي فيه مصلحة موريتان لكن للأسف الخط انقطع نقبل اتصال آخر ألو برتين طلع لهم رقم الهاتف نقبل اتصال آخر ألو ذاك انقطع مرة أخرى الو وعليكم السلام ورحمه الله تفضل تعالي الهواء مباشره انت مشارك ولا مقاطع هيا لا خارج مشارك ولا مقاطع ذاك هو الدور اليوم حيادي مالك انت من الانجازات جد مشارك زارك حيادي شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يبارك فيك دكتور تو ماكم شاكين عن فم اي امل عن احد المترشحين الاخرين قد يفوز بهذه الانتخابات لا كيف ما قلت لك انت نطرحه ما فم اي امل هي اللي انا فلطي مولي ماني صايبه متاكد ان هي مربه اذا المعنى ما في اي رجاج لا ينجح مع محمد عبد العزيز ولا ينجح مولي لا بمعنى لا ينجح لا محمد عبد العزيز وبالنسبه للراث هو عليها ذاك اللي يبقي هو اللي يخلي في ملاحظه ثانيه اشتيامس انا غريب عندي
جزء من ثقافة الخنوع والخضوع التي انتشرت في هذا البلد. شفت هذا البلد فيه رواية غريبة. اللي نقول للرئيس كلمة خاسرة وساقطة. عاتق. كأنه هو وهذا يخلق من ميكانيزمات تأليه الحكام. كأنه هو فوق البشر وعنده الحق. ينقعد في نواذيب وقف قال مش ملك هيلات وهذا تعرف. من أسقط الكلمات أنك تعيب إنسان بسنه وبعمره دقيقة رجاءً أخي الكريم في آية من القرآن للأسف ما أحفظها بالنص غير تقول إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا كذلك من ظلم رجاءً باللي ظالم أنا المدرسة اللي منها تختلف عن المدرسة اللي تنتمي لها أنا نقول حق بدون ما يكلفني شيء اسمه وشنه ولا يهمني رجاءً أنا ما قاطعتك ولا لا تعد ضيق لا تقيم أن تتكلم وحدك لا يخليك تتكلم لا تابع أنا ماني قايل لك كلام خاسر وتجيجي كلام الناس الأخرى هو الرئيس هو اسم الرئيس ينفقع هو يتكلم عن تصريحات قالها الرئيس وهو مكبر الرئيس عنها الرئيس دقيقة قلت له رجاء كريمة البلاسية كي جيجي كان هذا كلام خاص رجاء 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 كريمة البلاسية كل فعل مين يقول الرئيس كلمة ويقعد ويقول يعيب الناس بسنها بعمرها اللي رواية غريبة اللي يقعد ويقول مثلا على سبيل المثال ذكرت مرة أخرى يضحك في الصحافة يقول وتات مخامري دائما وهذه خاضت ذي المع انتشرت كلام تعرف ساق تعيب الناس انها امكانيات معاهم ودكتور معاهم دقيقه شوق هذا نعرفوه ونعرفوا طيب انه اللي ما طيب هذا ما يخسر مازالك لازم قاليني يقوم رقاش ويقول كلمه الحق في ذا الرجل يعود ما مؤثر هو فوق البشر وهذا عاد مترسخ في الاذهان المشكله ان ثقافه النفاق نشرت فيه ان الرئيس فوق الكلام يقول ايوه يقول شيء مضحك اللي يلحن وتقول انه لحن تعود مالك مؤدب وتتكلم في امور شخصيه اللي يأخذ انه سارق وتقول انه سارق تعود مالك محترم اللي يعدل اي ناقص والله اي روايه تعود مالك محترم تعود محترم لاني تقول تمشي في قضيه النفاق هذه المنظومه الاخلاقيه الرد على هذه النقطه الرئيس ما ترى اني تعود مثال في النوع من الروايات مثلا اللي مثل اللي اعطى الاستاذ الرئيس انا ما سمعته انا كانكم سمعتوه والله ما الرئيس مثال فعلا رئيس الجمهوريه مثال ونحن نحترمه وذاك 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 اللي يقول كامل ولا دوبت يا غير ماني شايف عبد الرحمن الوداجة عقد من كلام خاسر كامل المنافقين والمجرمين وكل الجواسيس المجرمين تيعطي دروس في الاخلاق تيقعدنا يعطي دروس في الاخلاق يا ما يلا يقول وما يلا يقول ما يلا يقول منين عندنا من كلام خاسر اللي يصب لنا من بدايه الحلقه انا الاخلاق اخي الكريم تعريفي لها يختلف عن تعريف انا ظاهرا يختلف ظاهرا عليه يختلف الاخلاق ان تقول الحقيقه كما هي ومجرده النظام مختلف لا أخي الكريم ماني بلا معنى ماني لأن بلا أخلاقي منك ولا خليك من نصف لا فيديو لا أخلاق لحد ثاني حد جاسوس لا هنا قبل قول لك أنك ما حد يوصف لك كل يقول لك كل سيني فيها كل هم مدتهم كم قبل يعني الدروس في الأخلاق سنوات والله فيها بعد كل الجواز ما من سنة دي حقيقة هذا في حكم قيمي منين تقوله وبتمسك به قول لك أنك تيجي تريما البلاسيك تعطي دروس في الأخلاق والله جيجي كان شيء صالح والله ما صالح والله والله لا هنا قبل شوفوا فيديو عن انطلاق الحمل البارح وراجع أنه عدوا فيه جميع المترشحين ياك يعود لك نصف فر من 3 دقائق ونرجع لكم. تعهدنا للشعب الموريتاني للمظلومين للمستضعفين للمزمقين للعبيد والحراطين والسود والمستضعفين تعهدات لا رجعة فيها تعهداتنا للمستنيرين من البيضان محبي الحرية من البيضان تعهدات لا رجعة فيها مشوارنا النضالي مشوار الكفاح مشوار التصدي لدولة الظلم تصدي الحكومة الظلم تصدي الأباطرة الظلم مشروع لا رجعة فيه ويعمل اللي يخلق ذاك اللي يخلق هذا المشوار في لحظة تاريخية اليوم لحظة تاريخية الليلة طالبكم تنهضوا كاملين أيها الموريتانيين
أيها الموريتانيون، أيها المناضلون، يا مستضعفين، يا مظلومين، يا تواقين على الحرية، أنهضوا وهذه اللحظة يا الله تسجلوها بحروف من ذهب في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا النضال انتصرنا فيه عدة انتصارات، انتصرنا عليه جلادين لحباس في موريتان، محمد والعبد العزيز واللي معاه من الصنادرة واللي معاه من بنديات واللي معاه من الصفاقة واللي معاه من اللحلاعة، وانتصرنا على المرجفين والمنافقين والمضللين والمتجنين على الدين وعلى الله وعلى الرسول الكريم، انتصرنا عليهم. وانتصرنا على التجويع، وانتصرنا على المكفرين، وانتصرنا على جميع أطياف المجتمع الظالم والدولة الظالمة في موريتانيا. حد ترشح يدور النجاح، يقارن مولع يا حد يترشح ولا ينجح، يقارن لا يهيئ الطريق مرة أخرى، يقارن لقاز منين ما يشارك منخرطينه ومجربينه يقدر لا يقيسوا أحزاب أخرين ولا لود لهم ما يراهم. هذا هو اللي وسان احنا قررنا ان نشارك في الرئاسيات، وشاركنا عندنا برنامج كيف قالوا الاخوة، واضح برنامج للشباب، لان الشبيبة الموريتانية فيها اليوم شيء داغر 40% في عيش البطالة ما يشتغل، وبرنامج احنا الاقتصادي اللي عندنا الشباب اللي هي يشتغل، لان كيف تعرفوا دائما نقولوها موريتان من الاستقلال الى الان هي ينقال عنها تصدر الحديد وتصدر الحوت، يا غير تعرفوا الصيفه اللي يمشي بها الحوت والصيفه اللي يمشي بها الحديد، هذا الحديد اللي ينقال لكم الناس من الاحزاب، معناها عنا يالطو يغير ولا يمشي من بلدنا ما هو حديد تام، انتم تبنوا بالحديد وتعاملوا بالحديد، يا غار يمشي من عندكم شي من الاحزاب ويعدل في بلاد اخرى وينباع لكم بسوق اللي يمشي عندكم وقدو 20,000 مرة، ولو كان عاد يسكهم لا يعود هون على الموريتانيين ولا يعود مولي، لا بد من مدة تتبارك معاه وتعدل الحديد، وذاك هو اللي قد يوحل فيه الشباب ويشتغلوا فيه الموريتانيين. اليوم انا نعرف عنها ما هي سهل، لأن الغرب ما هو لا يقبلها، الغرب ما هو لا يقبلها، لماذا؟ لأن منين تعدل إيزين هون تعدل الحديد لا ينقفلوا وحدات في فرنسا وينقفلوا وحدات في ألمان ويصبحوا أولادهم أنشوماج، معناها أنهم يصبحوا في البطالة اللي نعيشوا إحنا هون، ولا هم لا يقبلوها ولا يكروا عليها المسؤولين بس ما تخلي، يقال إحنا منين نجحوا للي نعدلوه به اللي بصالح البلد وصالح موريتان. طالب منكم تصنتوا وتقضوا اللافتات شوي، كان نتواجه شوي معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر جماهير ولاية قرقل على هذا الحضور الكبير والمتنوع، وأخص الشباب والنساء لحضورهم الليلة بكثرة، وهم في الحقيقة المحرك الأساسي لمسيرة التنمية والبناء. اخترت أن أخاطب الشعب الموريتاني، هذا الشعب العظيم، بمناسبة افتتاح الحملة الانتخابية للرئاسيات من مدينة كيهيدي عاصمة ولاية قرقل، لأن مدينة كيهيدي عاصمة ولاية قرقل تشكل نموذجا مسقرا لموريتانيا بتنوعها وتعايشها السلمي بين كافة مكوناتها وأبنائها. السلام عليكم. أنا قرقل نابي، أنا إبي قرقل، بريزيدان دي لا ريبوبليك، بريزيدان دي لا ريبوبليك. وين سلمينا أن سلمينا الإسلام، وين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Président de la République, vi on ko wadi ko doyene gorgol o rokki lancement campagne mako, parce que gorgol ko fetchere ko Mauritanie pam. هذه كانت مشاهد من حملات مترشحين البارح، ونعتذر لعادوا فيهم واحدين ما قدينا نتوصلوا لهم، دعنا السيدة متمولة إدريس ما استهدوا على بريتها، والله جاءه وقت متأخر، نعتذر عن ذلك لعله تعود ما ظهرت. هذا ذي الحملة اللي الخيام فيها بدؤوا، الخطابات بدؤوا، الرئيس قاس كيهيدي وواحدين قاسوا زويرات، أنتم مجد عليكم والله. ما شنو يا اخي الكريم، هو خالق، هما قاس واحدين كيهيدي وقاس واحدين هون وبنا واحدين خيام، انا لا تهمني، هو موجود في حمله اذا ما في شك، المهمني ما وراء هذا المعنى، هو هذا، انا ما مهم عندي انهم تعدل هون تنزل ياسم الفضاء في موريتانيا تعمل تمرر يعني تاسيس الحقبه جديده من الفساد والاختلاس وال وخدمة مجموعات ضيقة من البلد، أنا ما ندوره لا نبغي نشترك فيه، واللي ورأيي أن الاشتراك فيه جريمة. تتوى ما ترى عن المقاطعة عنها سلبية أخي الكريم، إحنا لا نبذل جهد في كلمة يقولها العرب زين، العاقل منزه عن العبث، تسجل مالك وجهدك ووقتك في شي محسوم، ولا مرة في العالم العربي حاكم عسكري ونقص بانتخابات، ولا مرة
وانت تراعي فيما وراء حاكم عسكري. هذا الحاكم ما هو عسكري، هذا راجل جيف انتخابات ديمقراطية انتم مشاركين فيها. والأسد ما هو عسكري، والأسد الأب ما هو عسكري، والقذافي ما هو عسكري، القذافي كان قاعد على قائد الثورة قاعد يعني محمد والعبد العزيز جيف انتخابات 52% من الشعب الموريتاني. أخي الكريم بغض النظر عن انتخابات مضت، أنا ما يهمني اليوم، اليوم محمد والعبد اليوم العزيز الناس قاعده نظام تراعي فيكم ورق، لماذا يجب عليها تقاطع الانتخابات؟ اعطونا خمسه انتخابات نقول لك تبارك الله بيها اللي بيها اللي خمس سنوات اخرى من عزيز هي زياده في الخطر على البلد. موريتان في فتره محمد والعبد العزيز شهدت احداث لم تشهدها، درجه من 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 الصراخ الفئوي لم تشهد موريتان في تاريخها. ما في فئه في موريتانيا اليوم ما تحس بالغبن والظلم. بيالي موريتان اليوم سيطر عليها مجموعة قبلية جهوية بائسة متباركة مع تسرق موريتان لجيوبها. رقم واحد. رقم اثنين. واحد. رقم اثنين حكم محمد والعبد العزيز اللي لا يتجبروا فيه لا لفتوش برتو لعاد ما هو أسوأ من اللي ما مضى. زيادة الأسعار المستمرة، زيادة شينغالو هذا، زيادة صعوبة الحياة على الناس اللي فتنا عشنا. الأمر الآخر في فترة محمد والعبد العزيز شهدنا لأول مرة في تاريخ موريتانيا تحقير بالمقدسات الإسلامية بدون أي محاسبة ولا أي عقوبة، وذاك النهار معاقبين واحد في توجونين بتهمت أنه سرب للصحافة حقيقة التحقيقات اللي خاضت في أخبار المصحف اللي وضح أنها هيئات تنصيرية، والدولة محاضر الشرطة قالت أنها هيئات تنصيرية وقالت أن في مجموعات خبيثة وتشتغل وكذا وكذا وكذا، والنظام الدولة يروح يقنع بن المعيز يحاول يسوق لنا فكرة أن القضية قضية عنز. أربعة. الكذب المستمر، مصنع الطائرات سمعته به ذاك النهار تدشين مو حقيقة هو رباط البحر سيته اليوم مقطوع كراها عن الدشرة وتصدير الكهرباء في تقنية جديدة في نسبة البطالة 10% أسلوب جديد 100% الكذب المنطلق من العقال المنفلت من كل عقال. زين الأستاذ يعني الناس اللي تخرص نظر كتابنا على الهواء مباشرة خمس سنوات من عزيز قال الأستاذ زيادة في الأسعار صعوبة في الحياة فترة عزيز فيها تحقير المقدسات الإسلامية القرآن ذاك وذاك شفنا ذاك العدل الكذب مصنع الطائرات قبيل فعلا نقطع كوراه لقايلة ما أنا من الناس اللي تصدق ونحن الصدر والطاقة لماذا إذا بعد قاعد شنو رأتكم عليه دكور دبور ليس خمس سنوات من عزيز، خمس سنوات من البناء، خمس سنوات من الإنجازات المشاهدة واللي تمس المواطن بشكل مباشر في كافة المجالات. أقربها اللي يمس المواطن الفقير ذكرت لكم قبيل عمليات أمل، عمليات تضامن، إعادة تأهيل الأحياء العشوائية، الصحة، التعليم إلى آخره. ذاك هو ذاك اللي خلق فيها عندي عن تكرار ما وعد شيء وملاه عدنا كيف تمين نقولوه عندنا عدنا كيف تخطوا في الماء بهذه الخلطة ما إذا ما بيتشوفوا توف هو ذوكو غير مموينا شايفينه. هذه خمس سنوات جات ضرك نطلبوا الشعب الموريتاني جدد الثقة لخمس لاستمرار هذه العملية التنموية في خمس سنوات أخرى. لا يتجبروا لا يفتوش برتو فعلا لا يتجبروا لا شيء في مصلحة موريتانيا. ما أنا من الخلطة ما أنا من هذه الجماعة اللي الدور تردها سابق 2005 بها اللي كانت مستفادة من امتيازات على صالح الشعب الموريتاني وعلى ظهره كانت هي اللي مدمرة البلد وغرك الدور ترجع ما قبل ذيك الفترة يا كانها ترجع ذيك الحالة بلي الفساد ما تمقبول الوزراء المسؤولين عادوا منهم قبل خمس وقيات مهالوين دار في الحبس. إذا لا اسمح لي تفضل انا نوتيت عندي نقطه شي بوينت بار بوينت عندك العمل الاسلامي المقدسات الاسلاميه شوفوا لي زاكسيون اسلاميك اللي يعدلوا من 2005 علي من 2009 علي له في السنوات الخمسه من عند جامعه العلوم الاسلاميه لاكتتاب مئات الائمه لاذاعه القران الكريم لمحطة المحضرة اللي حاول البعض في نفس اليوم أنه يعتم عليها بسيناريو مصحف ممزق أثبت التحقيقات أنه ما فهم حد شاف تمزيقه وما هم متصلين مع هذه الرواية اللي يتم اللي يرفعوا لها ألوك سيناريو اكتشف الناس مرقت بعفوية ذاك النهار صار ما قد اكتشفت أنها كان ملعوب فيها و ويجاسك بالحسين اللي جاوبتك قبيل في اخبار
فاخبار الحاكم العسكري كيف ما تعرف ويعرف هو ويعرف شعب الموريتانيا سوهم ما هم قابلينها. ان ذاك اللي خلق في توافق الاتفاق اللي خلق في 2009 اللي رئيس الجمهوريه مرق منه مرق القصر ومرق المؤسسه العسكريه وترشح في انتخابات هم منظمينها مترشح كمدني اذا هم عليهم يرجعونا ويجيبونا شد اخبار العسكري الى اخره الحاكم العسكري ومد قاعد مولي اللي احد يقولوا البيضان اللي مشقع شيء سي با لي بروفير قلت له ودرو يا توكا حد مد مشقر الروايه ما تعدى نفسه رانا هم دايرين قدامي منهم حالا صندري نقطه تحقير المقدسات الاسلاميه. الرئيس محمد بن عبد العزيز هو الرئيس الوحيد في موريتانيا اللي تم في عهده الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم حرق الكتب خليل وكتب اسلاميه مقدسه عند الشعب الموريتاني بحضور التلفزه الوطنيه. التلفزه الوطنيه ما كانت حاضره تصحيح هذه النقطه اللي تم ولا نرجع انا قلت شفتوا فيها انا لا لا انا الصور قابلتهم التلفزه الوطنيه من عند عند مصور الجزيره اللي كانت حاضره واخذتهم التلفزه الموريتانيه تنجيدا بهذا الفعل. لماذا ما يتم الرد على النوع من الاعمال باتخاذ اجراءات رادعه ياك ما تري قد ينعد الشريعه في من قبل لماذا ما وعد وعد بها ولا يوفي ولا يوفي بعهده كيف تعهد الاخرين كاملين. هو يتنافس مع الاخ اللي حاربهم يتنافس معاه راعي هو قال لك ساعه يطبق في الشريعه وهو راعي ضرب في انتخابات معاه يعني. اقول ان الشريعه ايش قايله فيه الاخ قضيته شور ولا يطبقها لجيجيسيا الاكزيكتيف ما تعني لا شو قدروا عدلوا فيه قبل سيقول انه ما مطبقها ما يقول اسمح ما لي اسمح لي قاطع تقول قاطع الانتخابات وخليني انا واصل قاطع الانتخابات وخليني كلمة مصنع الطائرات مصنع الطائرات ونحن ومنين عندنا نصنعوه ولا وحدين اخرين هم قالوا شركه لك تصنع الطائرات انت توجه لي السؤال ولا توجه له هو اللي قاش وتوقع نسوي ايه داكور دونك انا شفت قطعا في الاعلام مصنع الطائرات وامريكي والاعلام وكذا وروايه داكور دونك هذا مبكر دوذن اللي انا قطعا ما شفته في الإعلام الرسمي ولا سمعت حد من الحكومة شاد أخباره ولكن في تمرادي إعلام التلفزة الموريتانية جابته أنا دعني شايفه في التلفزة الموريتانية يعني فيه أمريكي جاء فم شاد أخبار شد اخبار مشروع لمدرسه الطيران هو تجهيز لا مصنع طائرات قال التلفزه الموريتانيه اخي لا مصنع طائرات انا شفته في التلفزه طائرات وما حد قلنا قبضنا المصنع اللي ديجا موجود ما حد نروح له اللي مازال اللي ما قاعد تسمع به حد ما هو هذا بعد المصنع المحايد سامع به وشافوا في الوسائل الاعلام هو تكلم عن الاعلام قطع الانتخابات وتفصل معايا انا تخليني وفي لا يقول مزعج اللي يقول لك تابع اخي الكريم تابع على راحتك مزعج غير ما شاء الله ما يقعد في الكلام الخاسر ولا يمس من حد ولا نقول انتهج ذاك على راحتك على راحتك ماني نقول دونك ارجع المصنع عندك هون في الوادي بحالا اول مصنع للسفن الموريتانيه لك هي ماشي في البحر حالا سفن صناعه موريتانيه فالوك عفوا كان هو سابق وراه ولك العلمك باطل خاص بيا قد اشتغلت في البحر كان من واحد وراي ما قد شفنا له سنه انتاج خالد ينباع وفاليق وبيض ما قد شفنا له انتاج كوميكا اللي تعطي مدشر في الزياره التاليه لرئيس الجمهوريه انا عندي برنامج هون في القناه قدمه اسبوعين قالوا ايش طاير في الدنيا ودائما اهتم به في الطبقات المهمشه والفقيره المره التاليه ما عدل فيهم شيء شور قزره ولين جيتهم هم يقولوا عنهم جميعا ذوك أهل القزرة عنهم مساندين فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز به اللي عدل ويذكروا رغم عنهم ما فهم بوتشيك الأمل رغم عنهم ما عندهم الماء رغم عنهم ما عندهم الضوء سكنهم في بليدات وأعطاهم التراب ومثلا عاجبهم ذا اللي معدل لهم هذا مواطن موريتاني فقير بسيط لنعود تصور له عن رئيس الجمهورية معنى الرئيس ما داعمين ولا البطارين والله هذه المؤسسات والله أكيد أكيد لا في شك هو دائما في طبقات تدعمه جدا له اللي تقول الدولة كامل أنا كنت أمارس سياسة في فترة معاوية والسيد أحمد الطاهر القصر نفس الكلمات يقولهم إحنا معاوية أعطانا التراب وما كرفور عندهم ما عندهم شوف دقيقة الرجل نقول لك كرفور هذه هي مشكلة الوعي هذا هو المظلم هذا هو اللي مرعب قطع حكى لي واحد من زمن الكادحين كان يطالب تعرف سياسي موريتاني ما نبغي نذكر اسمه إنه كان يكتب على الحيوط تعرف عن الفقراء والمهمشين والهذا في كهلة في براك فاهم براك وعليه شريبطات وشي وحالة بائسة قام تجري تعلم به الشرطة في طبقات انا اتذكر نقول لك انا عدلت حمله 92 عدلت حمله الحملات كامله تقريبا اللي خلقت في موريتانيا دائما مشكله في زمن معاويه واتذكر في زمن الهياكل نفس الشيء هناك دائما طبقات
هي كانوا بريك هذيك اللي بريك والمبار كانوا هذو الفقراء شاحين فيه بشكل ما وش يجد عليك. طبقه منهم طبقه اللي مضلله منهم. هناك دائما ناس مضللين وهذه هي واحده من المشاكل الكبرى في البلد. قضيه ان في ناس وفي ناس جاد عليهم وانا احترمهم واحترم لهم رايهم اعتبروا رايي غير في رايي انه باش ارتفع المستوى الثقافي باش قلت التأييد باش ارتفع المستوى الثقافي للانسان المستوى هذا باش قلت نسبه التأييد عنده زي لهنا نحن عندنا 4 دقائق نعطيهم دقيقتين للمشاهدين ونعود نختم معكم كل سؤال ارو برتي اطلع لهم رقم الهاتف نقبل اتصالين ولا ثلاثه ونعود نختم البرنامج الوقت عاد وافي ارو طلع لهم رقم تلفون على الشاشه الو 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 نعم هاي الو هاي تفضل تفضل تعلي الهواء مباشره ليه قاعد بالمدخل إنجاز إنجازات الرئيس ما هي قانعتكم؟ المواطنين ما نوفر الموباتشيك امل الطرق مالها معدله البنك ملام من الفضه قولوا يمينك كان المتكبط ولا ما متكبط نبغي نعرف به اللي بتقابل مع الشاشه عاد بالي هيك راهو عيوني اكرم لا ولي شكرا شكرا جزيلا نقبل اتصال اخر الله يبارك فيك نقبل اتصال اخر هما هادئين شكرا جزيلا هذا زمن الحمل ولا حد يصبر شوي نقبل اتصال اخر الو نعم وعليكم السلام انتم على الهواء مباشره انتم مقاطعين ولا مشاركين السلام ورحمة الله. تتبع المقاطع باردة عندك ما لك شاح حتى في المقاطعة. صورك أنا مقاطعة ولا مقدش وتعاني مش. القيبة ضريبة. محسومة بالإنجازات يقولوا عنها؟ وين تكلموا عن الانتخاب العزيز؟ يقولوا عنها محسومة به الإنجازات اللي على أرض الواقع؟ هو الإنجازات وحاجة ما بقى خمس سنوات أنا أعتقد عن الإنجازات هو حتى ما بقى خمس سنوات عند برامج بردعة المطريق عند المحاسمون عند الشيمون لما احنا طموحنا كبرنا هذا انا اللي كنت اتوقع موضوع دي عايش يعني كجاز اشتغال في الدوله الموريتانيه عرفنا خمس سنوات عن رفعت في دار الموريتانيه عن تقدم فيها اصبح طرق ولا وغلبت نحن دي عاملين بنشتغل في الدار رغم عن ما فهم حد انه يقدم يكون ده وليش تنزل طبقات
وشفت الايام الاخيره الوزارات تدعو موظفين يدورون في الحملات كامل. انا اذا كان انها الى العرب يعني تخاف العرب اصلا نفكر ورا ونقبل اتصال اخر. شكرا جزيلا الله يبارك فيك. نعطي فرصه للمشارك اخر سابقا نختم مع الضيوف. الو 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 وعليكم السلام ومرحبا. انتم على الهواء مباشره، انتم مقاطعين ولا مشاركين؟ قاطعين اموالكم. انتم من الانجازات شفتوا الرئيس عدل الشعب الموريتاني ما تعطوه فرصه اخرى يكملها. وما هو ما هو هذا ما هو سامعنا ما هو سامعنا. لهي نرجع للضيوف نختموا معهم. شنو رايكم في نرقاد الخرطه؟ لهي نقولوا فيه تحسوا لا شايفين عليك عنك عنك انا ما شفت شيء. انا هي هذا قبال لا يدخلك شم راسك عادي. لا 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 اعتذار لهم. انا فعلا نعرف اني فعلت باللي جيت لشي ما كنت مشمم معاه. جيت البلادين قال فيه الكلام الخاسر وما نقيسوا الصلاه. تقريبا 80% من الناس اللي اتصلت بينا نارك تقول عن الاداره الموريتانيه تقدم فيها على اساس ولاءات، وعن المهم كاع ما هو انتخاب عزيز المهم اللي وراها. ردكم على المشاهدين شنو؟ دونك هذه النظره السوداويه اللي متباركه هذه الخلطه تزرع نشحت لله الحمد. ما نشحت في ياسر الناس به اللي كانت نشحت ما تعود مسيرتهم النهار هذا ما جمعت 10,000 فاخبار لا خلي قبيل حسوا قطع قال انه ما رجع له ضموسات مفقد عبد الرحمن الرئيس لما يصدر كره نحن ما عنده مفقد عبد الرحمن ومفقد اهل موريتانيا كاملين بكره 2008 اللي كنا نفوتوا نهارات والليالي مقطوعه عنا كره اللي قطعتوا عنا اصلا طبيعيه درك عادي نقطع عنا عادي نفطنوا له هاي مرحله ودرك مشروع تصدير كره اللي بالغاز اللي هي كوماسيا 2015 اللي هي وفر من الالكتريستي الكافي للبلد والكافي اللي يعود فيه مع سيربليس يصدر على انه ما فات عاد يصدر لبلدان الجوار ما فات عاد يصدر ما له كنت في اللي ظهر انه سنه 2015 هنا حمات تلو يصدر وفاليداتو بنك مونديال الاسبوع الماضي البروجي البروجي مفاليز بنك مونديال الاسبوع الماضي يبدا 2015 باش انه باش خلينا احنا نختاروا يصدر لا يقعد عندنا هو لا يصدر منه لا ذاك الفايض لا الفايض طبعا ودونك لاختير نعل اعتذاري للمشاهدين عن الانفعال وكيف قلت لهم اني ما كنت مجمع مع هذا ونختار مولي نختار نشكركم على الدعوه ونختار نثمن جو الحريه اللي طرا من 2009 الى بحيث اني انا وعبد الرحمن عاد نقعدوا في التلفزه ونقولوا الباقي نقولوا ما 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 لا نخاف عقباها وهذه الحريه التي تجر سياسات الرئيس طبعا هو كل شيء اللي يصير فضل الرئيس طبعا لا يا اخي مالك انت تسوي اسئله غريبه كل شيء تسمح لي بوجه كلمتين اخي تفضل عندك دقيقه تختم بها نوجه الوقت وفيها كلكم عنده دقيقه دونك كلمتين واحده لهم وجهها الجماعة المشاركة أني متمني لها مشاركة سعيدة كاملة في هذه الانتخابات والجماعة المقاطعة أن نرى التوفيق زاد هي سواء مع ياسري سواء أكثر منها يكل أخرى شكرا دقيقة تختموا بها نقول الإخوة الكرام أنهم هما من شعب عظيم وشعب عنده تراث عنده تاريخ عظيم شعب المرابطين اللي انطلقوا من هون اللي لحقوا ألف وقال لهم قائدهم لن تغلبوا من قلة وقيموا مشاوي للأندلس وعدلوا واحدة من أكبر معارك التاريخ اللي قالها الزلاقة أنهم أبناء الفاتحين أبناء العلماء النفاق لا يليق النفاق عقوبته ذا اللي احنا فيه ذا المسار اللي احنا فيه بلد من أغنى دولة في العالم بالأسماك أهلها عندهم مشكلة الغذاء من أغنى دول العالم بالذهب نجبروا منه 3% من أغنى دول العالم في النحاس نجبروا منه 4% بلد لحقنا نقوموا الموريتان وتأكدوا لن ينفعكم إلا الله ولن يضركم إلا الله
والتاريخ سيبقى شاهد، سيحكم على الصحيح وسيحكم على الفاسد. شكرا جزيلا. فارغة عديدة عديدة، كلمة مؤدبة. شكرا جزيلا عبد الرحمن والدليل. كلمة فارغة، الكرامة كلمة فارغة بالنسبة لكم. نعرفها طبعا بكم ما تمتلكوها. شكرا جزيلا، في تغطية مباشرة. لا تمتلكوها كلمة. الساعة بعد الساعة 10 بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا والسلام عليكم. أنا قلبك ذراع ونسوعك كلب.